لا عليك يا يزيد، فأنني بخير وأحسن حالا، وأرى أن الحمى قد زايلتني أو كادت. الحمى تزول وترجع إن لم يتحوط المرء لها. وبما نتحوط لها إلا بما نحن فيه؟ اذهب وآجع، ودعني مع هذه الحمى، أقهرها أو تقهرني. لا أدعك حتى تغفو. اسمع يا بني، إن جاءت المنية فإننا لا نقدر على استمهالها أو استعجالها. أبي، دعني أتم، فأرى أن تكتب إلى الحجاج بأمر خراسان، وتكون عليها بعدي، فأنت عالق بها محب بالمكوث فيها. أتراني أخاطب الحجاج بشيء من هذا؟ لا والله، إن لم أطلب هذا من رأس القوم فلا أطلبه من ذيله. والله لا أرى الحجاج ذيلا، بل أكاد أراه عبد الملك بن مروان، رأسين على بدن واحد. ليست هذه حربنا الآن، حربنا مع هذه الحمى التي ألمت بك. وإني لأعجب لها، كم هي عاتية، وكم من الحروب اقتحمت غمارها، وقاتلت وانتصرت واجتحت البلاد وهزمت الأعداء، فما قهرتني وأقعدتني غير هذه الخفية التي لا أرى لها ملمحا فأشير عليها سيفي، وقد تذهب بي. فسبحان الله، سبحان الله. يا أهل العراقين، الكوفة والبصرة، يا جند النصر، قد أرسلكم الحجاج، وإنكم أهل للظفر والغلبة. إنما سمى جيشكم جيش الطواويس. نعم، الطواويس، وهي تسمية مخاتلة حملكم إياها وأثقل بها عليكم. وإنكم طوال العام تقاتلون عدو الله وعدوكم، وتغلبون وتغنمون الأرض وتحوزون الغنائم. وقد بعثت إلى الحجاج أستأذن في عام من الراحة لكم، تردون إلى دياركم وتحنون إلى رائحة أزواجكم وأبنائكم، وهذا ما جاء منه، تلوته عليكم. لقد منعكم من العودة إلى دياركم، وبكم حنين ورغبة للرجوع ولو لحين، وبهذا الكتاب منعكم. إنني إن طعت الحجاج لما يريد لكم لأبقينكم في هذه البلاد ما بقيتم، ولن تعايدوا الأحبة حتى يموت أكثركم. يا أهل العراقين، إن الحجاج بن يوسف يريد التغرير بكم كما غرر بمن سبقنا وسبقكم فهلكوا، ويريد إقحام بلادا كثيرة وعيرة المسالك لا دراية لنا بها بعد. فإن لم يهلكنا عدو متربص أهلكنا وعرها وجبالها ووديانها. وقد استمهلته عاما فأبى علينا وهو متكئ في مجلسه يجني ويحرم، وأنتم تقاتلون وتحاربون، فما ترون في هذا؟ إننا نأبى على الحجاج أمره، لا نسمع له ولا نطيع، فإنه لا يريد بنا خيرا، وإننا عن هذه الديار منصرفون إلى ديارنا. ليس الأمر على هذا النحو، فإن فعلتم فرادى تلقتكم سيوف زبانيته. وجهنا لما تراه خيرا لنا. إني منكم ومعكم فيما تضمنون من رفع لتجبر الحجاج وظلمه، وإنكم في جيش لا يغلب، فإن خرجتم عليه فرادى الهلاك، وإن خرجتم عليه جماعة الفوز والغلبة. وإنني من هنا
أعلنوا خروجي على الحجاج إن كنتم على هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إننا معك نبايعك على خلع الحجاج والجهاد معك حتى ينفيه الله عن أرض العراق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أريدكم أن تجمعوا إلي كل قادم من البصرة إلى خراسان. أيها الأمير، المسالك بين العراق وبين خراسان وسجستان لا تنقطع من القادمين والرائحين عليها، وهم كثر، فلأي أمر تطلبهم؟ بل من قدم مؤخرا. أريدكم أن تعلموا لي من علم بمرض المهلب ابن أبي صفرة فحمل نبأه إلى البصرة. سنفعل هذا أيها الأمير، إنما لي سؤال إن أذنت به. قل. إن تحقق نبأ مرض المهلب وقربت منيته، أترى ابنه يزيد يصلح خلفا له؟ لا تذكر هذا الاسم، اذهب لما أمرتك به. أمر مولاي. إن انقضى أجل هذا الرجل الذي سميته، لا أسألك متى، بل أسألك من تراه يخلفه ويكون بعده بما هو له. قل. يتراءى لي رجل يسمونه يزيد. يزيد من؟ من يزيد؟ هيئوا لي لقاء مع ملك الترك زومبيل. أيها القائد، بيننا وبين الترك وملكهم حرب. نوقف هذه الحرب لنسير إلى حرب أخرى تدعونا. قد عرض زومبيل المهادنة والصلح من قبل، فهيئوا لي لقاء به. كما تريد أيها القائد. أيها الأمير، أخبرنا قادم من خراسان بأن مرض المهلب بن أبي صفرة قد اشتد عليه. لكل إنسان أجل لا يستقدمه رجاء ولا يؤجله دعاء. ما أمر يزيد؟ هل له حظوة عند الناس كأبيه؟ بل تفوق ما لأبيه. كفى. فأمير جندكم يطلب لقاءنا. هذا ما جئت منه به. بعد حرب؟ أما كنا قد عرضنا عليه الهدنة والصلح فرفض؟ فما يعرض هو في لقائه بنا؟ لم يكشفه لي. ليكن اللقاء قرب كابل، وليأتنا دون جند ولا سلاح إن كانت نيته المسالمة. أيها الملك، وسنلقاه بمثل هذا حتى ينكشف لنا قصده. هيا.
ماذا يا هند؟ كنت قد حدثتك عن خروجي إلى خراسان. لا أرى هذا. لا ترى هذا، فما يمنعك؟ أنت زوج الأمير الحجاج، لا تسعين إلى مكان، بل تأتيك الأنباء إلى حجرتك. لكنني لا أريد أنباء، أريد أن أطمئن على أبي. علمنا أن أباك تحسنت حاله، ولا أطمئن حتى أرى. أنت كارهة لتلك الديار. نعم، ولكن فيها من أحبهم. إذن نستدعيهم إليك فترينهم. ويحك أيها الرجل، أيستدعى المهلب الشيخ المهيب ليرى ابنته وتقعد ابنته عن السعي إليه؟ لست ابنته وحسب، أنت الآن زوج الحجاج، ألا يرفعك هذا فوق مطالب مشاعرك الرخوة هذه؟ لا، لا يرفعني هذا فوق مكانة أبي، ولا تداني به مرتبة المهلب ابن أبي صفرة الذي تعرف. لن أتحدث في هذا، لن أتحدث به قبل رجوعي من واسط، ولن أتمهل بعده. هل والله إن خرجت عن طوعي في أمر لما كنت إلا مثل من يعصاني من عامة الناس، ولا يشفع لك أنك زوجتي. أترى أن زواجي بك أمر يعتد به في هذا الشأن؟ أنت لم تقتل امرأة بعد، ولعلك تتشهى ذلك. إنما أقول لك إن سيفك يا حجاج يتثلم أمام عنق هند بنت المهلب. سأتمهل لحين عودتك من واسط، وسأسير إلى خراسان، لا لأطمئن على أبي فقط، بل لألومه على موافقته على الزواج منك، ولأعتذر ليزيد لعدم أخذي بمشورته. لا تذكري يزيد أمامي. أتخشى ذكره؟ اكتب ما أمليه عليك. أكتب للخليفة عبد الملك؟ أجل، فإن أجاب واستجاب كان خيرا، وإلا فإنها الواقعة التي لا تبقي سلطانا للحجاج ولا لخلافة ابن مروان. يكاتبني ابن الأشعث، لماذا لا يكتب إلى والينا الحجاج؟ يا أمير المؤمنين، إن في ابن الأشعث نزوعاً للسلطة والسلطان، وهو لا ينسى أنه ينحدر من كندة وملوكها، وربما يطمع في أن يعيد مجد أجدادته. أي مجد وأين كندة؟ أكمل يا وليد، وإن كان فيه ما يغضبني فاكتمه. قد قلت إن كان فيه ما يغضبني؟ ففيه إذن. أجل، لم أتبين غايتك بعد أيها العربي المسلم، فأنتم تزينون الطريق إلى المقصد بكثير من القول. بل إن الغاية بينة أيها الملك، وقد كثرت الحروب بين جندنا وجندكم وطالت، وقد سبقت في طلب المهادنة والمصالحة. فرددتني؟ أني آتي إليك بما طلبت. فعلى أي أساس؟ أني سائر بجندي لخلع الحجاج عن ولايته. أليس هو من ولاك؟ بلى، وهو من أمرنا بحربكم وإخراجكم من دياركم، أو تقتلون، ولا أرى وجها لذلك. قد فعلتم أيها الأمير. فنرجع عما كان وننظر فيما سيكون.
فما الذي تريد؟ إن انتصرت في حربي هذه وأزحت الحجاج عن ولايته وحزتها وأخضعت رأس الدولة الأموية لما أريد، كان مني أن أعفي الهياطلة وأنت ملكهم من الإتاوة التي تؤدونها للخليفة الأموي. هذا أمر حسن وإن كان لا يكفي. ويرد إليكم ما أخذ من دياركم وتردون إليها. لا مطلب فوق هذا، فإن هزمت في حربك هذه لا تغضب أيها الأمير، لا تغضب، ففي كل حرب هزيمة أو نصر، وأنت رجل حرب. إن حدث هذا وإن كنت لا أرى حدوثه، أرتد إلى دياركم فآمن فيها. تقصد في حماية وحمايتي، أقبل بهذا وأعاهدك عليه. من أي منفذ ينفذ هؤلاء للاجتراء على الدولة وأمير المؤمنين؟ أقول يا أمير المؤمنين، ينفذون من فجوة بينك وبينهم أوجدها ظلم ولاتك وجورهم على رعيتك. تذكر الولاة بعامة وتعني الحجاج، فما رأيك في هذا الذي سمعت؟ يا أمير المؤمنين، لا أهون من أمر ابن الأشعث هذا وإن هان أمره، فحوله الآن قوم يتحينون الفرصة للخلاص من الحجاج، فهم مبغضون له كارهون لظلمه لهم وتجبره فيهم، وفي عنقه الكثير من دماء ذويهم. كأنك تنحاز إلى عدونا هذا؟ معاذ الله يا أمير المؤمنين، إنما أنحاز لحق فيه حقن دماء. قل. إن كان يرضى أهل العراق أن ينزع عنهم الحجاج، فإن نزع الحجاج أيسر من حرب أهل العراق، فانزعه عنهم، تخلص لك طاعتهم وتحقن دماء جندك ودماءهم. أترون هذا؟ إذن لي يا أمير المؤمنين. قل. قد أرى ما يراه عمر في الحجاج، لكن الأمر لا يخص الحجاج وحده، بل ينال من هيبة الدولة وهيبة مولاي الخليفة. لقد سالت دماء كثيرة في محاربة الثورات والفتن ونزعات التشقق والتفرقة، فإذا تركت الدولة بعد هذا لأهواء الطامعين تلهو بها، فإنها ستعود إلى الضعف أشد مما كان، وهذا الأمر لا يؤخذ باللي. صدقت يا وليد، والحديد بالحديد يفلج. هل تهيأ الجيش؟ وعلى شوق للمسير. على بركة الله. هي فتنة لا أعظم من شأنها ولا أهون من شأنها، حتى نرى في أمرها. أقر بأنني أخطأت بتولية ابن الأشعث، وأخطأت بأن هيأت له هذا الجيش من أهل البصرة والكوفة، وانقلبوا علينا. إن لي معرفة بالقوم، وإن فيهم شرها في أول خروجهم والنأي عن ديارهم للرجوع إليها، وفيهم صبابة إلى نسائهم وحنين إلى أبنائهم، ولا شيء يردهم سوى أهلهم ودورهم. والرأي عندي ألا تلقاهم، بل تخلي لهم السبيل حتى يأتوا البصرة والكوفة فيدخلوا دورهم ويواقعوا نساءهم ويشموا روائح أبنائهم، فعندها ترق قلوبهم ويكرهون القتال ويخلدون إلى المقام في دورهم ويتفرقون عن ابن الأشعث. أخطأت الرأي يا عوف، لا والله،
فإن خليت لهم طمعوا بما فوقه، وإن جاءوا على هذا العداء فيقابلوا بأشد منه. يبعثوا بطلب سفيان بن الأبرد. سفيان بن الأبرد في سجنك أيها الأمير. قد نسيت أمره، وما كان علينا أن نقصو عليه. قد أبلى بلاء حسنا في هزيمة الخوارج الأزارقة، ونحن الآن بحاجة لرأيه ولسيفه. أخرجوه من السجن وأتوني به. لا تخرجي يا امرأة. ما بك؟ ما بك؟ إن مات أبي دون أن أراه فأني لا أنسى ولا أغفر. إن كان أبوك يواجه أمرا يزعجك فهو أمر الله، ولا ينفعه غيابك عنه أو وجودك معه. اسمعي، إني أواجه أمرا ما واجهت مثله من قبل، إنه كالقضاء النازل، ولا أدري إن كنت أنفذ منه، فلا تشغليني بأمور هينة. أترى الحياة والموت أمرا هينا؟ لا تذكر الموت. إذا كان يفزعك ذكره فكيف به ماثلا؟ كفى كفى يا ابنة المهلب. أجل، إني هي والله. اسمع يا حجاج، عندما جئتني خاطبا رأيت منك غير ما أراه اليوم، وأني ما تغيرت، فما الذي غيرك أنت؟ ما الذي تقولينه؟ دفعني إليه مخاطبتك لي بابنة المهلب. ترى أكان بينك وبين أبي المهلب أمر عجزت عنه فأردت أن تذله بي وتذلني به؟ أكنت تحسده على أمر لا تطاله؟ اصمتي. لا أصمت بعد اليوم إلا في قبري، فإما أن تسمع وإما أن تجرد علي سيفك ومقتك. أعذرك فيما تقولين ما أنت فيه. ليس بي والله إلا صدقا كتمته، وما عدت أطيق كتمانه. كأن في نفسك شيئا من المهلب وآله. ما يكون في نفسي من المهلب؟ ما كان إلا قائد جند أبلى في معركة دفعته إليها، وما هو إلا عامل في إقليم من أقاليم ولايتي. ليس المهلب كما وصفت، وأنت تعلم ذلك جيدا، وتعلم أنه يرقى عنك بأرومته، وإنك لا عارف بعلو شأنه وعلو همته. فهو الفارس الشجاع والقائد الشهم صاحب النخوة، وهو المنتصر. ما انتصر إلا لي وبي امرأة. انتصر لك أجل، لكنه لم ينتصر بك. فأنت تبعث البعوث للحرب، وتسوق الناس للمعارك، وترمي الجند مرامي التهلكة من أجل سلطانك، لكنك لم تحارب قط، وما تشرع سيفا إلا لتلوح به لزحوف تتخلف عنها، وما تشهر سيفا إلا على رقاب فرادة من مستضعفين رمتهم أقدارهم عند قدميك. استمعت لك يا هند، وأكثرت وأطلت، ولست ممن يعاقبون امرأة كعقوبة رجل. سأتجاوز هذا الآن
إلى حين. إني أدخره لك في مقبل الأيام ما يرد عليك كل هذا. تجاوز عن الديباجة، فالحجاج يجيدها ويطيل. وإن ابن الأشعث فيما علمت قد استهان بأمرنا واستكبر واستعلى حتى بلغ به الأمر أن خلع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين مولاي عبد الملك بعد أن خلع واليه وخادمه الحجاج، فبايعه القوم خليفة. ولعمري يا مولاي فإن ابن الأشعث المارق هذا قد خلع طاعة الله بيمينه وسلطانه بشماله وخرج من الدين عريانا، وإني لأرجو أن يكون هلاكه وهلاك أهل بيته ومن معه على يدي أمير المؤمنين وبجنده، وإن الله لناصر المتقين. والسلام. لم ينتهي يا مولاي. وبعد؟ كلمات ثلاث: واغوثاه واغوثاه واغوثاه. فليكن جوابي على هذه الكلمات الثلاث: لبيك لبيك لبيك. ألا تقول شيئا في الأمر الذي طلبتك له؟ أجبني أولا على سؤال في خاطري، وما يهمني إن ردتني إلى السجن فقد ألفته. ننسى أمر السجن. لا ينسى. فما سؤالك؟ لقد أبليت في حرب الخوارج ودحرهم والقضاء عليهم البلاء الذي تعرف، فكان أن رميتني في السجن لسبب لا أعرف ما هو. تخلفك عن أداء ما عليك من مال يا ابن الأبرد. قد أصرت في انصرافي عن كل شأن إلى تلك الحرب التي دفعتنا إليها. أهو عتاب ولوم؟ بل لسؤال بعده. فقل. إن خرجت لحرب ابن الأشعث هذا فلست أقبل هزيمة إلا هزيمة فيها المنية. أعرف هذا فيك. إن انتصرت هل أساق بعدها إلى السجن؟ ويحك يا ابن الأبرد، ويحك يا ابن الأبرد، ألا تعفو وتنسى؟ بلى أيها الأمير، ولكنني لا أحب لك أن تنسى. دعنا يا ابن الأبرد ولننصرف إلى ما نحن فيه في مواجهة هذه الفتنة العاصفة. إني أعرف منك أيها الأمير بهؤلاء الجند، وأعرف بأهل العراق، وما معرفتك بهم إلا معرفة خوف وقهر وارتياب، فدعني لهذا. أن يبلغوا عبر هذا غايتهم في خلع وخلع أمير المؤمنين؟ بل خلع ابن الأشعث ومن معه. كيف؟ إن منعتهم من دخول ديارهم حاربوك بجد واجتهاد لطول غيبتهم عن أوطانهم، وإن تركتهم يدخلون رجعوا إلى أهلهم، وعندها القليل منهم فقط سيحاربونك. قد سمعت هذا الرأي فأنكرته. بل هو الرأي أيها الأمير، ولا أرى أنهم بايعوا ابن الأشعث إلا ليرجع بهم إلى ديارهم. قد هونت الأمر يا ابن الأبرد. ما هونت أيها الأمير، ما هونت إلا لأننا قلة. ما أن يقل عدد الذين مع ابن الأشعث حتى يكون جند أمير المؤمنين قد بلغ أرضا نستطيع أن نحاربه فيها ونهزمه. أنت صاحب حرب يا ابن الأبرد وأدرى بما فيها، وقد حاربت الخوارج وانتصرت. فسجنت. فوالله إن هزمت فلا أبقي على حياتك. أيها الأمير، إن انتصر ابن الأشعث فلن أبقى أنا ولن تبقى أنت، فكل أنا هالك.
جاء رجل من تستر يقول إن رجال ابن الأشعث قد اقتحمتها ودمرت حاميتها وتجاوزتها نحو البصرة. فيما بقاؤنا يا ابن الأبرد؟ دعه أيها الأمير، فما هذه الغلبة الهينة إلا استدراج له إلى هلاكه. أي هلاك وقد أهلك رجال الحامية؟ إن دخل العراق ففيه هزيمته ومن معه. قد أطال أمير المؤمنين علينا، كأنما لا يدري ما نواجهه هنا. يا أمير المؤمنين، جئتك إلى المجلس. ضقت ذرعا به فخرجت منه. ما الأمر؟ لا أدري إن كان الأمر الذي سأقوله لك سيزيد من ضيقك أو يفرج عنك، فله جانبان. قل. جاءنا من العراق. إذن فأخبار سوء من يا وليد. أكمل. أن ابن الأشعث قد بلغ العراق وأباد حمياتنا في تستر. وددت لو أنك كتمت عني. إن كتمت هذا فلن أكتم ما بعده. وما بعده؟ بلغت زحوف أمير المؤمنين ومدده العراق لتناصر الحجاج في حربه. حسنا، تأخرت ولكن لا بأس. أرجو أن يحسن الحجاج استغلال الموقف. تعال معي يا وليد. فقد صار الخطر محيقا بنا يا ابن الأبرد، فقوات ابن الأشعث قاربت البصرة. أجل، بلغني هذا، ولي رأي إن تسمع. إلا أن يكون في مغادرة البصرة وأخلائها له. أما غير هذا؟ بئس الرأي. أيها الأمير، إن تخلي البصرة من الجند فلا يبقى فيها غير أهلها من عوائل الرجال السائرين مع ابن الأشعث، فإن دخلوا البصرة دون قتال ترموا على أهلهم ودورهم وذويهم، وبعدها لن يخرجوا من البصرة لقتال. ويحك، فما يكون منا؟ سيلحق بنا ابن الأشعث بالقلة التي معه خارج البصرة. فأين نلقاه؟ في موضع الزاوية، ويكون بيننا وبينه مهلة يصل بها مدد الخليفة، وهذه المهلة يقل بها من معه ويكثر فيها من معنا. ما أبقيت لنا مخرجا إلا هذا. أذهب فأتدبر أمر أهل داري وأعود إليك. أتفر من أمامه؟ لست أفر ولا شأن لك بما أنوي، فقد جهزت لك ما تبلغين به واسط، فتمكثين إلى أن ينجلي الأمر وتزول هذه المحنة. فلما لا أمكث وألقى معك مصيرك؟ وما تظنين مصيري؟ قد هيأت لك ولأهل الدار، فتجهزي. ما في واسط هذه إلا قصر خاون، لكنه آمن. هذا عيش لا يطلب الأمان فيه. هيا يا هند، هيا. قد نصبت خيمتك أيها الأمير. لأن نصبت في باطن هذه الأرض خير من أن تنصب فوقها. والله ما خرجت إلى مكان مرغما إلا إلى هذا. أهذا مجلس الحجاج؟ وقد ذهب. فيذهب هذا بذهابه، أبدلوه. أيها الأمير، أهل البصرة يزحمون بابك، قدموا مباركين مبايعين. استمهلوهم حتى أتهيأ لهم. ابحثوا لي عن سعيد بن جبير وأتوني به. أمرك أيها الأمير. قد خرج الحجاج من البصرة يا ابن جبير، فما ترى فيه؟ قد خالفته ونصحته وقد أخرجه الله.
بل ابن الأشعث. ما كنت أريد أن تلجأ جماعة من المسلمين إلى القتال لتغليب رأي على آخر. أخطأت في هذه يا ابن جبير، فما أخرجه إلا خوف القتال والقتل، وإننا نلحق به نقاتله حتى نقتله. أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فلستم بردي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله، والله خير الحاكمين. أما كفى المسلمين القتال وإراقة الدماء فيما بينهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ابن جبير، الأمير عبد الرحمن الأشعث يطلبك. قد أنقذتكم من طاغية ما كان لغير أن ينقذكم من جوره، وما كان طغيانه إلا مدا لطغيان بني أمية ورأسهم عبد الملك. فإن كنتم مبايعين بالولاية فوالله لا أقبلها، فالولاية كبيرة على عدو الله الحجاج وصغيرة علي، ولا أقبل منكم إلا مبايعة بالخلافة وخلع أئمة الضلالة. سعيد بن جبير، أهلا بك يا سعيد، اجلس، فلي حديث معك على انفراد بعد أن أفرغ. ما قولكم يا قوم؟ ماذا هناك؟ أنباء من البصرة. وما فيها؟ دخلها ابن الأشعث بقواته دون قتال. وبعد؟ ازدحم إليه البصريون يبايعونه. بإمارة العراق؟ بل بالخلافة. عبد الرحمن بن الأشعث أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين. الله، قد هانت على البصريين حياتهم. أيها الأمير، لا تقل شيئا يا ابن الأبرد. تبدو هذه من سقط الأنباء ولا وزن لها، لكنها تلقي في نفسي جمرا يلتهب بها حتى كاد يحرقها. بايعك على خلع الحجاج وعلى مقاتلته حتى إخراجه، فقد تبين لي تظلمه وتجبره. أبايعك بإمارة العراقين، ولا أبايعك على ما وراء ذلك. الخلافة يا ابن جبير، ألا ترى أنني أقبل منك ما لا أقبله من غيرك؟ ليكن هذا إلى أن ترى أنني أصلح لما هو فوقه. إن تطاول الزمن على هذا ثبت الأمر لابن الأشعث. لا أرى رأيك، فإن كان البصريون قد بايعوا فلن يسيروا معه بعد هذا، بل تتراخى همامهم ويهجعون إلى دورهم. فاصبر، اصبر، فإني أرى من أمرهم ما لا تراه. قد أقاموا من معه في الزاوية وأقاموا معسكره، فهو شريد في أرض خلاء. لا تستهن بهذا أيها الأمير. ما الذي ترمي إليه؟ أن تخرج إلى حربه، ولا تستمهل في هذا إلى أن يهجع من معك إلى الدعة ويقلون ويكثر من معه،
إلى أن يصله مدد الشامي من الأموية عبد الملك. إنه الرأي. هذا الجيش الذي أمدنا به أمير المؤمنين؟ بل هذه بعض كتائبه. لو خرج إلينا ابن الأشعث بكل رجال البصرة لكنا في كرب منه، وإما أن تخلوا عنه وانفضوا من حوله. أراك تراهن على ضعف عدونا لا على قوتنا. بل نزن الأمور ونحكم عليها بما بين أيدينا. فأعدوا للسير إلى الزاوية، فهناك هلاكه ومن معه. ألا تسير معنا يا ابن جبير؟ لست برجل قتال. ليس القتال بالسيف وحده، فلك أثر على القوم أمضى من السيف. أحب أن أرى الحجاج منهزما. بل مقتولا يا ابن جبير. لا أطيق إراقة الدماء. فكم من الدماء في عنقه، فإنما يقتل بها. نادوا في البصرة كلها وأهيبوا بكل رجل قادر على القتال أن يهب إلى سلاحه ويشحذه. حجبوا عني هذه الأنباء، لا أريد أن أسمع عنها المزيد، لا أريد، لا أريد. أعياني العراق وأنهكني أهله، وأسقمتني الأنباء التي تأتيني منه. يبايعون ابن الأشعث للخلافة والولاية ونقعد عنه. ماذا يفعل الحجاج هناك؟ ماذا يفعل؟ هل استكانت روحه؟ هل جف الدم في رأسه؟ فراح يسترخي عند شاطئ نهر أو يستظل بنخلة. أقسم أن أسير إلى العراق بنفسي إن جاءتني هذه الأخبار مرة ثانية. أقسم. دون أيها الحاجب، من أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج، أجبر أهل العراق وتابع عليهم البعوث والقتال إلى أن تأتيني برأس ذلك العاصي المارق ابن الأشعث، وإلا رأسك. ويحكم، أين بيعتهم؟ أما بايعوني بأنفسهم وبأموالهم؟ على إخراج الحجاج كما يزعمون، وقد خرج، وأنهم لا يخرجون من ديارهم ودورهم إلى قتال بعد. لقد عرف الحجاج داءهم ودواءهم، فما إن يركنوا إلى أهاليهم ودورهم حتى يقعدوا، وإن روائح نسائهم وأبنائهم لأزكى وأحب إليهم من روائح الدم. فتدبر أمرك بمن بقي معك أيها الأمير. والله لو لم يبق معي إلا سيفي هذا لخرجت إلى الحجاج حتى أرى رأسه عند قدمي. ليس المهلب كما وصفت، فأنت تبعث البعوث للحرب وتسوق الناس للمعارك وترمي الجند مرامي التهلكة من أجل سلطانك، لكنك لم تحارب قط، وما تشرع سيفا إلا لتلوح به لزحوف تتخلف عنها، وما تشهر سيفا إلا على رقاب فرادة من مستضعفين رمتهم أقدارهم عند قدميك. لم أراك من قبل على هذا أيها الأمير. هل جهز الجند؟ وعلى تشوق للقاء السيف بالسيف.